فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة على الاتحاد المصري بتغريمه نحو 20,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تحذيره بسبب سوء السلوك خلال لقاء الكونغو في تصفيات كأس العالم روسيا 2018. أضاف الاتحاد الدولي أن العقوبة جاءت بسبب اجتياح الإعلاميين للملعب وإشعال الألعاب النارية من جانب الجماهير عقب تسجيل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة، بالإضافة إلى عدم